الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم عندنا العربيه الشيخ من مدرسه الشيخ ابي بكر محمود قمي ابوجا ودرسنا يوم الماده كما ترون الماده. ما هي الماده؟ المد هي إطالة الصوت. المد هي إطالة الصوت، يعني أن يكون صوت، أن تكون صوتك، أن تطيل الصوت عندما تتكلم ببعض الحروف العربية. وحروفه ثلاثة كما نرى، وهي ألف ياء ثم وا واو. المد بالفتحة، المد بالفتحة، مثال كتاب، سماء، حمار. هنا الكلمة جاءت بالفتحة قبل المد. كتاب هنا تاء مفتوح، كتاب هنا ميم مفتوح، سماء وأيضا حمار مفتوح، حمار ميم مفتوح ثم قبل حرف المد، وهي مد بالفتح. ثم عندنا المد بالكسرة، المد بالكسرة مثال تلميذ، هنا كسرة ميم مكسور قبل حرف المد وهي الياء. مفيد فاء مكسور قبل حرف المد. جميل ياء ميم مكسور قبل حرف المد وهي الياء. ثم المد بالضمة، المد بالضمة مثال طاووس، طاووس تعرفون طاووس اسم الحيوان، هنا واو مضموم قبل واو بالدم بالسكون وهو المد. ثم سور، سور هنا سين مضموم قبل حرف المد وهو الوا. ثم دموع، دموع ميم مضموم قبل حرف المد وهو الوا. نعم هذا هو حرف المد الثلاثة كما قلنا، هو إطالة الصوت، المد بالفتحة، مثال كتاب، سماء، حمار. ثم المد بالكسر مثال تلميذ، مفيد، جميل. ثم المد بالضمة طاووس، سور، دموع، دموع يعني كيس. سور جمعه السوار. وهذا ما يتعلق به المد. وهنا تدريب في الفصل، إذا أخذنا واحد يكون في الجملة مفيدة. سالت الدموع من العيون، سالت الدموع من العيون. العيون يعني جمع عين، eyes. The eyes fall tears، بمعنى سالت الدموع من العيون. هنا الدموع، الدموع هو حرف المد جاء بالضمة. هنا العيون أيضا واو هو حرف المد كما ترون، الدموع والعيون. ثم هنا سالت أيضا، سالت هنا أيضا حرف المد سالت وهو الألف. هنا صباح الخير، ثانيا صباح الخير حرف المد هنا ألف. صبا هو ألف وهو حرف المد. ثم الخير أيضا هنا ياء، ياء وهو أيضا حرف المد. صباح الخير greetings good morning. ثم ثلاثة، عيد سعيد، عيد سعيد، عيد يعني festival، صلى festival سعيد. هنا ياء عيد حرف المد هنا ياء.
وأيضا هنا ياء سعيد عيد سعيد. ثم رابعا البعوض يسبب مرض الملاريا. البعوض يسبب مرض الملاريا. mosquito cause malaria sickness. البعوض هنا حرف المد وهو الوا. البعوض البعوض وهو الوا كما قرأنا في المثال. الضم المد بالضمة طاووس بعوض. نعم يسبب مرض الملاريا. هنا أيضا ملاريا ملاريا حرف المد بالألف. وهذا هو تدريب عمل الفصل. ودرسنا كما قلنا اليوم هو حرف أما تقول بالمد. المد هي إطالة الصوت وحروفه ثلاثة يكون ألف يكون واو ياون ثم واو. لا تتجاوز هذه الحروف أو أحرف الثلاثة. وهنا الوظيفة يكون عمل البيت. اكتبوا 9 كلمات التي فيها مد. اكتبوا أو اكتب 9 كلمات التي فيها مد. 3 يكون بالفتحة 3 يكون بالكسرة وأيضا 3 الأخير يكون بالضمة. لكن لا تكتب مثالي. You shouldn't write my example. You should concentrate with your own. لا تكتب مثالي. اكتب مثالك. ثم ثانيا اكتب 3 جمل. جمل مفيدة يعني فيها مد بالفتحة وبالكسر وبالضمة. اكتب الجمل يعني sentence. Make a sentence with 3 حرف المد. ياء ألف وواو. ياء ألف وواو. So you should make 3 sentences. هذا هو. This is all we have about our topic for today. This is Arabic class group C1 JS class. وهذا وبهذا أكتفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.